وهذا سائل يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعتم الكلام في هذا، لا يجوز التوسل بجاه مخلوق، لا الأنبياء ولا غيرهم، لأن هذا بدعة. الله جل وعلا قال: ادعوني استجب لكم، ولم يقل ادعوني بجاه فلان أو بحق فلان، ما قال هذا، لا الله قاله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.